اهلا احلى متتبعي قناه ابداعات وتدابير امونه، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. هذا نهار جديد وفيديو جديد وفكره جديده اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ومشاهده ممتعه. الفيديو ديال اليوم حبيت نشارك معكم واحد الطريقه سهله وبسيطه كيفاش اننا نصيبوا فراشه في ورق جيلاتين ونزينوها بالموزون وبالعقيق. اذا خليكم معايا لاخر الفيديو تشاهدوا الطريقه والنتيجه كيفاش غادي تكون.
هذا هو الشكل ديال الفراشة ديالي من بعد ما كملتها. كيجي المنظر ديالها جميل وراقي، يمكن نزينو بها مخدات، يمكن نزينو بها تيشيرت، جاكيت، علاش لا ما نديروهاش في قميص ولا جلابه. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الفكره ديال اليوم، كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.